جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين نون ميم، يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: سمعت أن الطلاق 3 أنواع، إذا أمكن أن تحدثوني عن هذه الأنواع جزاكم الله خيرا. الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنتهي عدتها، فإن شاء يراجعها في أثناء العدة فله ذلك، وإن انتهت عدتها ولم يراجعها فإنها تبين منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد. هذا هو الطلاق السني. وأما الطلاق البدعي فهو نوعان، بدعي في الوقت وبدعي في العدد. البدعي في الوقت أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فإنه في هاتين الحالتين يكون الطلاق بدعيا لأنه مخالف للسنة. قد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي طاهرات من غير مسيس. ولما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته وهي حائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وأما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يطلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات، أن يطلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات، لأن الطلاق 3 خلاف السنة، ولأنه يغلق الباب على المطلق، يغلق باب الرجعة على المطلق ويوجب الحرج والندم، ثم لا يتمكن المطلق من المراجعة، لأنه إذا طلقها 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها طلاقا، أن يتزوجها زواج رغبة ويطلقها أيضا باختياره راغبا عنها، لا نكاح حيلة وتحليل. نعم.